بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة. هذه دائرة أخرى، نشوف هنا عندي متسعة وملف ومصدر، يعني دائرة ستيب، وأيضا نشوف هنا أكو مقاومة بين الملف والمتسعة، يعني هذه ما نقدر نقول دول المتسعة والملف مربوطين على التوازي. هات تجي هنا قوة اللابلاس وعظمة اللابلاس، بحل المسألة بكل سهولة، بينما بالتايم دومين تصير عملية صعبة. مثل ما قلت لكم راح يصير بالتايم دومين الألفا لا تساوي 1/2 RC ولا تساوي R/2 R، ونحتاج نشتق ونطلع المعادلة ونسوي الكاركترستيك كويشن يلا نقدر نطلع الألفا، لكن بالاس دومين الأمر جدا جدا سهل. طبعا إذا إجاك السؤال هنا يقول فايند الاي سي والبي سي، احنا قلنا تسهيل لكم نقول فايند اي سي كابيتال اند في سي كابيتال. زين، شنو هو عظمة اللابلاس؟ شنو من متى تأتي حقيقة؟ متى تأتي من انه يحول لك هاي الاندكتر الى امبيدنس، وهذه المتسعة ايضا الى امبيدنس، اصبح الدائرة يعني بسهولة تتعامل وياها. وبهيجي حالة جاك مستر ثيفنين وقال لك ببساطة انا اريد حتى اطلع الاي سي لازم اطلع الفي سي، حتى اطلع الفي سي طلع الفي ثيفنين، ارفع هذا العنصر اللي هو المتسع، اي عنصر اطلع الفولتي على قطبه ارفعه وانظر ايش طلع الفي ثيفنين والزد ثيفنين. واضحه الفكره؟ وهنا هسه الفي ثيفنين نشوف شنو هنا بعد بهذا الستين وما راح يمشي تيار، فيصير الفي ثيفنين مساوي الفولتيه على هذا الملف، على هاي الامبيدنس هنا بالحقيقه اصبحت فولتيه على هذه الامبيدنس. زين، هاي الفولتية على الامبيدنس ايش يساوي؟ يساوي التيار المار بيها، التيار المار بيها في الامبيدنس نفسه، التيار المار بيها ايش يساوي؟ يساوي 480 على اس مقسوم على 20، يعني هذا التيار هذا التيار المار هاي الامبيدنس مالت الملف 480 مقسوم على 20، هاي المقاومة وهاي الامبيدنس. زين، مضروب بايش؟ بالامبيدنس هاي نفس، فصارت الفي ثيفنين، هاي الفي ثيفنين زد ثيفنين بسهولة، هذا راح يصير المصدر شورت سيركيت، حتى اطلع الزد ثيفنين، هذا حتى اطلع الزد ثيفنين، واشوف صار عندي هاي 60 اوم هاي المقاومة زائدا هذول الامبيدنس هنا ويا هذه على التوازي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، طلع لي هذا الزد ثيفنين. اجي اسوي دائرة جديدة، دائرة جديدة متكونة من في ثيفنين، هذا في ثيفنين وهذا زد، العفو زد ثيفنين، هذه زد ثيفنين. هسه اريد اطلع الفي سي، اطلع المفروض اول مره شنو الاي سي شو يساوي؟ يساوي هاي الفولتيه الفي ثيفنين مقسومه على الزد ثيفنين زائدا هاي الامبيدنس، فهنا الاي سي مثل ما تشوفون يساوي في ثيفنين مقسومه على زد ثيفنين، هاي زد ثيفنين زائدا زائدا هاي الامبيدنس انت المتسع، طلع الاي سي، هذا الاي سي هسه بالاس دومين. بسطنا الحد، سوينا بارشال فراكشن اكسبانشن، طلع لي هذا الاي سي هسه بالاس دومين، هذا احوله بعدين للتايم دومين. الحد اللي هنا مطالبين به احنا الاي سي تعرف تطلعه بهالطريقه. شوف الحل من طلع بالتايم دومين يطلع لي حد يذكرك هذا شنو تينا معناه، هذا كريتيكالي دامب سيركت، استجابة حرجة. زين، انا اريد الفي سي شو اسوي بعد؟ الفي سي هذه اي سي مضروب بالامبيدنس 1/S، طلع لي الفي سي بكل سهولة، وهذا ايضا حولها هذا في سي، الفي سي الآني
الآن يساوي لابلاس انفيرس لكابيتال بي سي تايم بالاس دومين، وهذا اللي طلع لي. زين، تو فيريفاي هذا قانون يعني بالمتسعة الفولتية بي سي الآني يساوي واحد على سي تكامل اي دي تي بلس في سي نوت اي دي تي، هذا اللي هو مطلع هنا، يعني هذا المقدار اي هو هذا. هذا الفيريفيكيشن احنا قلنا المطلوب تعرف كون تطلع هذه مطالب تطلع هذا البي سي، او مطالب تطلع لي هذه الاي سي. شكرا جزيلا لحسن الاصغاء.